كانت رافضه ونشرت مثل ما شفنا بجماعه اخواني والزملاء اصدقائي ايت في احمد الغراوي واحمد رحيم وازهر طاهر موقفهم أزهر علي. كان متسرع من ازهر علي عفوا يعني كان ربما يعني فيه الكثير من التسرع والدليل انه الاخ احمد الغراوي اعترف بخطا في هذا الموضوع خطا بالنشر مو بالموقف خطا بالنشر فقط نعم خطا في النشر اعتقد هذا الموضوع يعني كان ينبغي ان نرتقي بالحدث مثل ما نحن استقبلنا 59 اعلامي سعودي والاعلاميين السعودي رفعوا حتى يعني عقالهم للضيافه اللي شهدها العراق واللي قدمها لهم العراقيين في ملعب البصرة. اعتقد هذا رد جميل لا يمكن ان يفسر بهذا الموضوع بموضوع تكميم الافواه او موضوع شراء الدماء، موضوع عادي جدا، موضوع اعلامي يعني طالما يحدث يعني في كل المناسبات وفي كثير من المناسبات، ربما حتى كان الاخوه احمد وزملاء كانوا حاضرين في نهائي كاس الامير قطر في يعني مناسبه قريبه جدا، لكنه لم يشر احد الى ان هذا الموضوع فيه تكميم افواه او شراء ذمم. اعتقد الموضوع اكبر من هذا، احنا اعلامنا يجب ان نرتقي، يجب ان يعني نمد عمقنا اعلامي عربيا وكل المجالات من اجل ان نصل. لكن بالمقابل استاذ حسين يقول لك انا هذا رايي احمد الغراوي، ما من حقك ان تصادر رايي، انا ارفض الذهاب الى السعوديه لمواقف باعتباري مواطن قبل ان اكون اعلامي. لا لا، الإعلام يجب أن يكون مسؤول عن كل ما يكتب، هو ليس مواطن يكتب على يعني عندما ننظر أنا وأنت ننظر إلى أحمد الغراوي الإعلامي، ليس يعني لا يمكن أن نجزئ هذا الموضوع، يعني يجب أن ندرك أنه الإعلام مسؤولية تاريخية، يجب أن نفكر كيف نكتب وكيف نكتب ولماذا نكتب، لا يمكن أن ندع الأمور يعني على يعني سائبة بالشكل اللي ممكن تفسرها أو تذهب بتبريرات ممكن أن تؤثر على مجمل الرسالة الإعلامية اللي إحنا نبغيها. أتصور وجود 100 إعلامي في السعودية أعتقد هو مكتب كبير للعراق قبل أن يكون مكتب شخصي لأي أحد من الزملاء اللي سيكون حاضرا، باعتبار أنه الكثير ربما من التضريب الإعلامي اللي مورس ضد بلدنا منذ 2003 لحد الآن بحاجة إلى تفكيك وبحاجة إلى تواصل مع أخوتنا العرب وزملائنا العرب. جيد، خليني بالتفاصيل.